أنتم تعرفون بأن السعودية اليوم هي آخر متراس عربي، آخر خط للدفاع. تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو للإعلامي عبد السلام عقل، والذي عمل مذيعا في قناة الجزيرة، وجه خلاله رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء وليس للخراب والدمار كحالكم. واستهل رسالته قائلا: إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة، لنفترض لا سمح الله أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط، يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه في قناتكم؟ وتبع بالقول: هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا أمتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟ وأضاف: أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام، إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم، فهي بلاد الحرمين، هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟ وأردف يقول: وهل تعلمون أنها تخوض معركة للبناء والتعمير، وأن فيها وليا للعهد شابا متعلما ذكيا طموحا قويا يتحدى كل الصعاب لكي ينهض ببلده وينفذ مشروع 2030، لا تعرفون هذا؟ لو فرضنا أنه ارتكب أخطاء، فمن منا لا يخطئ؟ فالزعماء والقادة يخطئون، وهل أصبح دوركم هو البحث عن الأخطاء؟ السعودية شو تسوين هنا؟ مستغربة يعني السعودية تنام هنا؟ في الخبر الثالث الصادم والمفاجئ في الحقيقة، أعاد الأمير السعودي سلطان بن خالد آل سعود نشر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، قالوا إنه يظهر هدى العمري المعارضة السعودية الموجودة في العاصمة البريطانية لندن دون مأوى وتنام مشردة في شوارع المدينة. وعلق سلطان بن خالد آل سعود قائلا: هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرج أبناء وبنات الوطن ويصور لهم أحلاما كذبة عن الحرية والمال، وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية. فرسالتي لكل المغرر بهم: عودوا إلى رشدكم وتوبوا، فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها.